النهارده باذن الله هنتكلم على موضوع مهم جدا في السنسوري اسمه نيورونال بول او اسمه الثاني نيورونال بروسيسنج. كلمه بول معناها تجمع الاعصاب مع بعض. احنا عارفين ان البرين فيه بلايين الاعصاب. يا ترى علاقتهم ايه مع بعض؟ يا ترى العلاقه بيتجمعوا على نيرف واحد يبقى كونفرجنس. ان انا كاتب عناوين الحصه دي كلها في الشمال بالنسبه لكم. هتلاقي كونفرجنس يعني تجمع النيورونز. هقول لك فكره مبدئيه وندخل في التفاصيل. هتكلم في الكونفرجنس دي على مثالين. دايفرجنس ممكن الاشاره العصبيه تتفرق لاكبر عدد ممكن من الاعصاب. تتفرق اسمها دايفيرت او تفرق. ده العنوان الثاني. يبقى عنوان يتجمعوا على عصب، عنوان الثاني يتفرقوا يشغلوا اعصاب كتير. واقول هنا برضو تو اكزامبلز فاسيليتيشن واوكلوجن. هنا في المثال الثالث والرابع هنشوف يا ترى لو حطيت تو نيرفز جنب بعض يا ترى هيسهلوا شغل بعض ولا الاثنين لما يبقوا صميتد مع بعض هيأثروا، يعني يأثروا بالايجاب ولا بالسلب. كل دي عناوين. العنوان الخامس لما ادي اشاره معينه يا ترى الريسبونس هيطول لاطول مده ممكنه وليه؟ اسمها prolongation of signal. العنوان السادس امتى الاشارات دي يبقى لها inhibitory effect؟ وهندي امثله على النقطه دي. والشاربنس يعني امتى احس حاجه بوضوح؟ يبقى هنا يتجمعوا يتفرقوا، اتنين يشغلوا بعض، اتنين يقللوا شغل بعض كاعصاب، اشاره واحده مدتها طويله، سيجنالز دي انهبيتوري افكت، وشارنس اوف سنسيشن. دول السبع عناوين اللي هيدور حواليهم النيورونال بول النهارده. هنبتدي بالعنوان الاول كونفرجنس. هذا العنوان هتكلم فيه قلت في مثالين. فهرسم رسمتين، ادي رسمه وهعمل حاجه غريبه جدا دلوقتي. ايه اللي انت عامله؟ الاسهم دي معناها ايه؟ معناها ميني ان بوت. وهنا النهارده عايز احط مصطلحات جديده. كنا الفيديو اللي فات قلنا ان البري سينابتيك لما يشغل بوست سينابتيك. البري سينابتيك هو النيرف اللي ماشي فيه الاشاره. النيرف اللي ماشي فيه السيجنال او داخله فيه هسميه انبوت، داخل فيه سيجنال. السيجنال اللي داخله فيه عايز يديها لنيرف تاني. يبقى ايه المربع ده؟ المربع ده اسمه بوست سينابتيك نيرف. دي رسمه كروكي وهتلاقوا في المحاضرات هم حطوا نفس الرسومات دي منقوله من مراجع عشان الرسمه تبقى سهله للطلبه. ادي النيرف يا دكتور والسيل بادي واكسون، وادي التيرمينالز اللي فيها النبض اللي فيها الفيسل. بدل ما ارسم الرسمه دي طول الفيديو ده هرسم خط طويل في نهايته دايره، يبقى تبقى عارف ان ده ايه؟ ده نيرف. بدل ما سميه بري سينابتيك سميته انبوت. طب فين النيرف اللي يتلقى بقى؟ النيرف اهو اللي فيه الدندرايتس اسمه بوست سينابتيك نيرف. لما البري يشتغل هيشغل البوست اللي هي دي بولاريزيشن او اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. في هذا الفيديو والموضوع ده في اي كتاب في العالم لا هيقول لك بري ولا هيقول لك بوست، هيستبدل البري سينابتيك بكلمه انبوت ويستبدل البوست بكلمه اوتبوت. وكان الاشاره العصبيه فيها داخل وخارج. الكهرباء هنا داخله للنيرف ده. طب ايه الكذا سهم ده؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول اكتر
من بري سينابتيك نيرف ار ستيميوليتد. عندي اكتر من مكان شغالين في وقت واحد، يعني مور ذان وان انبوت. انت عامل لي نيرف، وادي التاني مثلا، وادي التالت، وادي الرابع، اربع اعصاب انبوت يشغلوا واحد اوت. سؤال لكل الطلبه اللي بتشوف الفيديو ده، بس لازم تشوفه وانت فاهم الفيديو الاولاني. لما اشغل اكتر من نيرف في وقت واحد، معنى كده ان الاربعه دول عملوا ايه؟ سميشن. سميتد يعني اتجمعت، شدت كل نيرف على التاني. يعني نيرف 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 قالوا تعالوا نشتغل مع بعض في وقت واحد. كلمة في وقت واحد اسميها ايه؟ اسميها سبيشال سميشن. كلمة سبيشال معناها سبيس، مساحة أو فراغ. الأعصاب الأربعة دول اشتغلوا في وقت واحد وخدوا حيز معين من المكان. سبيشال يعني سبيس. يبقى إذا أنت عايز تقول إيه في المثال الأول في الكونفرجنس؟ التقى أكتر من عصب على نيرف واحد. عشان كده الكتاب هيقول كونفرجنس فروم، ده مهم، سنجل سورس. وده ايه؟ ده المثل الاول. يعني ايه سنجل سورس يا دكتور؟ ما هو اكتر من نيرف اشتغل في وقت واحد وجايين من حته واحده اسمها بري ساينابتيك، تمام؟ او ممكن اقول على البوست ساينابتيك. يعني ساعات ممكن اقول من بوست ساينابتيك نيرف يشغل واحد. ده المثال الاول بتاعنا. وفي قاعده عايز ابروزها على هذا المثال، لا يوجد كونفرجنس من غير سبيشال سميشن، مش ممكن. ما ينفعش كذا عصب يلتقوا مع بعض الا لو هيعملوا سميشن، الا لو في فايده. تعالوا نجمع شدتنا على بعض. ده المثال الاولاني في الكونفرجنس. همسح عشان اوسع لنفسي. المثال الثاني في الكونفرجنس هقول عليه رمز دي، ثاني مثال عندي. بصوا بقى مثال ازاي؟ اهو مربع ومربع ثاني، وبعد كده هرسم سباينال كورد، وتعالوا نتفرج على اللي هيحصل. اللي انا هقوله دلوقتي مثال في الموتور نيرفس سيستم. لسه ما حدش في الكليه خد محاضرات موتور، بس انا هسالك سؤال من سنه اولى اوتونوميك. تعرف تحرك دراعك بارادتك؟ هتقول لي ايوه، انا اقدر اتنيها واقدر افردها. مين اللي كان بيحرك الحاجه فولانتري؟ انتيريور هورن سله، اللي هي الدايره دي في الانتيريور هورن، وده اللي خارج منها اي فريند رايح للمصر. كلنا عارفين المعلومه دي. ايه الجديد النهارده؟ الانتيريور هورن سيل بيوصل لها اشارات عصبيه، بيوصل لها كهرباء جايه من كام مكان بقى؟ ثلاث اماكن، ثلاث اماكن مختلفين. خلي بالكم الاكزامبل ده يختلف عن اللي فات. اللي فات كانوا ايه؟ اماكن، مكان واحد بس بيطلع اعصاب كتيره. هنا اماكن مختلفه. طب قول لي يعني واحد ده رمز لايه؟ كورتكس، لقشره البرين. هتعرفوا يا جماعه مثال مهم جدا. الكورتكس هو رئيس مجلس اداره السيمنز. هنعتبر السين اس شركه فيها رئيس مجلس اداره، وفيها مدير علاقات عامه، فيها سكرتاريه. اللي انا بقوله ده مش تشبيه، ده تشبيه ورائع. اعتبروا ان السكرتاريه هي صالاس، مجموعه نيوكلياي كتير. نسيبهم، ادي رئيس مجلس الاداره وجنبه مدير اخر اسمه ايه؟ اريا
ستة. أصل إحنا هنقسم الـ CMS إلى مناطق بأرقام على أساس الراجل اللي اكتشفها. مش عايز أحرق بقية الموضوع إن ده هيتقال موته. إيه اللي حصل؟ الكورتكس ينزل إشارة على مين؟ على الأنتيريور هورن سيل. كلمة أنزل إشارة السهم ده أنا عامله بشكل كروكي وتفاصيله بعدين اسمها تراكت أو تساوي باس واي. دي السكة الأولى بتاعتنا. الكورتكس قال أنا هنزل إشارة مباشرة على الأنتيريور هورن سيل، هتمر بكذا محطة مش وقتها. وإلا ست قالت طب وأنا كمان هنزل على أنتيريور هورن سيل. طب إيه رقم ثلاثة ده؟ عامل عصب صغير بين البنين. يعني إيه بين البنين؟ هنا خارج من الأنتيريور هورن سيل إيفرت. طب والدور زلق هورن كان داخل فيه أفرنت. الأفرنت يروح يعمل السيناكس مع نيرف في النص اللي هو رقم ثلاثة اللي اسمه هنقطه انتر نيورون، ودي اتفقنا عليها قبل كده. كلمة انتر يعني بين حاجتين، افرنت قبله و افرنت بعده، يبقى انا انتر نيورون. والانتر نيورون قال ولا كمان، انا كمان هينزل مني سيجنال على الانتيريور هورن سيل. يبقى انت هتلاحظ ثلاث اماكن، كورتكس مكان منه واريا ستة كمان وانتر نيورون، التلاتة تجمعوا على مكان واحد اللي هو الانتير هورن سيل. عشان كده اتقالت في الكتاب ايه بقى؟ تاني اكزامبل للكونفرجنس هو ايه؟ مالتيبل سورسز، مصادر مختلفة. لكن الاولاني سنجل سورس باعداد كده. ده اول مثال للكونفرجنس. هتقولوا طيب وانا استفدت ايه لما الانتير هورن سيل تبقى استيميوليتد من كذا مكان؟ استفدت ان ده بيديلها تقويه، بيديلها امبليفيكيشن، بتشتغل بقوه. طبعا مش لدرجه التقويه الكامله زي المثل اللي جاي اللي هتقول. يبقى انا خلصت اول حاجه واللي هخلصه هعمل عليه صح. تاني اكزامبل عندنا، ايه علاقه النيورونز ببعض؟ مش لازم يتجمعوا، هنا هيتفرقوا. فهنيجي نبص على الرسمه بتاعتنا بسرعه، دايفرجنس، وبرضه هقول مثالين، سنجل سورس ومالتيبل سورسز. يعني اهي نفترض ان نمبر 1 ده انبوت، الاشاره ماشيه كده، الاشاره اللي ماشيه اتفرقت في سكتين، حصل سبريد اوف سيجنال، راحت لهنا لنيرف تاني وتالت، والتالت اتقسم ليه؟ كده وكده. يعني كل ما نمشي السيجنال يحصل لها سبريد، انتشار. عشان كده دايفرجنس مين؟ spread of signal from an input، تنقسم وتنتشر إلى إيه؟ إلى multiple output، كذا output يا جماعة مع بعض. يعني الإشارة تتوزع لاتنين نيورون وكل واحد يدي الاتنين والاتنين تدي الأربعة، عمالين ننتشر. بس لو تلاحظوا الرسمة دي الانتشار لمين؟ إلى في النهاية مكان واحد. يعني المستطيل الكبير ده one place هيستقبل الـ spread of signals اللي جاياله من كذا مكان. طيب هتقولوا طب احنا عندنا سؤال، ممكن تديني مثال على كلامك؟ مثال. هعتبر ان نمبر 1 البداية الإشارة جاية منين؟ كورتكس نفترض، وده رئيس مجلس الإدارة بتاعنا بتاع السي ام اس. الكورتكس قال أنا هبتدي الإشارة وهديها أكبر عدد ممكن من الأعصاب، لأنه ماشي وكل واحد يوزع لنيورونز تانية وهي نازلة من عندي
من الكورتكس. طب مين المتلقي؟ هكتب على المستطيل ده المصل. يعني المعروف ان المصل بتاعتنا فيها الاف الفايبرز، عشان كده الكتاب قال كورتكس ستيميوليت 10,000 مصل فايبرز، ودي في منتهى الاهميه. قال انا هدي 10,000 فايبر. قلنا له طب ودي فادتنا في ايه؟ قال لا، بدل ما فايبر واحد يشتغل شغلت الاف، معنى كده المصل بقت اقوى من الاول. يبقى حصل ايه في المثال ده؟ امبليفيكيشن، التكبير. انت كبرت اكبر عدد ممكن من الفايبرز اللي عايزه تعمل كونتراكشن. ده داي فيرجنس، ودي عظمه من ربنا. نيجي للمثال الثاني للدايفرجنس، واللي هيتفرج على الفيديو ده هيتوقع. بدل ما اقول سنجل سورس، انا اقول دايفرجنس من مالتيبل سورسز. بصوا بقى ازاي. تعالوا ندي مثال اخر غير الفكره دي، مثال جميل جدا. نفترض دلوقتي ان انا اتلسعت كبيت وانا بسخن شاي او ايا كان. طيب انت لما تيجي هتتلسع دلوقتي هتحس ببين. انا رسمه ده، رسم سباينال كود، ورسمت القوس يعبر عن البين. طيب ده البين سيجنال. البين دخل كافرنت، حسيت بيه. هيمشي البين في مسار، طبعا انا مش هشرح اللي هرسمه دلوقتي عشان هنقوله في فيديو خاص اسمه تريكس. هتعرف السنه دي كل احساس انت بتحسه ازاي هيوصل للبرين. بس انا عايز اقول حاجه، انا لسعت في صوابعي، وصوابعي دي هتنقل الاشاره لرئيس مجلس الاداره. قبل ما توصل لرئيس مجلس الاداره وانت بتقدم طلب في شركه، لازم هتعدي على مين؟ على الموظفين، على السكرتاريه، على المديرين. ما ينفعش من نفسك تدخل فين رئيس مجلس الاداره انا داخله، ما ينفعش. ايه علاقه كلامي بالرسمه؟ المين انا هوصل لمين في سكتي؟ انا هوصل الى سارس اللي هو سكرتير المدير، لازم ابعت له سيجنال. طب ليه؟ هتعرفوا فيما بعد ان السارس هي السنتر اوف سلو بين. طبعا اللي بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي هيجيله سهول. سلو بين هو البين، ليه انواع طبعا، ده هيتقال في فيديو لوحده. بس المهم هي مركز، او يعني مركز هيستقبل نوع من انواع البين، يبقى لازم نبلغها. وكمان الاشاره دي بتاعت البين، خلي بالك رايحه لمين كمان؟ رايحه للمكان تحتها، اسمها برين ستيم او جزء المخ للحته دي. يعني البين لازم يعدي على المظله والبونس والميد برين قبل وصوله الى الكورتكس فوق، قبل ما توصل لاعلى حته. معنى كده ان الاشاره الواحده اتفرقت في كام سكه؟ سكتين. سكه رايحه لمين؟ سانس، والسكه رايحه للبرين ستيم. خلي بالك ده اسمه ايه؟ دايفيرجنس، التفرق. عشان الناس ساعات بتاخد الموضوع حرص، ما يتحرص. اشاره اتفرقت في سكتين، اي وان تو، ده اللي انا عايز اقوله. لا، الاشاره دي اللي جايه لي اتفرقت. اتفرقت منين؟ اتفرقت من مصادر متعدده، لا اتفرقت من مصدر واحد. طب سؤال بقى، ليه راحت للبرين ستيم؟ احنا عارفين راحت للسانس، ده السنتر، ده المكان اللي هيستقبله. برين ستيم ده جواه ايه؟ جوه البرين ستيم حاجه اسمها مركز الصحران، وده هنقول النهارده. مركز الصحران؟ انت ليه دلوقتي صاحي 18 ساعة وما بتنامش؟
اصل البرين ستيم فيها بيس ميكر اوف ويكفولنس اويك، المركز اليقظه. وهنقول الكلام ده النهارده بالتفاصيل. انا دلوقتي ما بنامش وده شيء طبيعي، مع البين انا ما بنامش ليه؟ لان البين سيجنال اتفرقت وراحت للبرين ستيم اللي فيها بيس ميكر اوف اويكفولنس. اخدتهم في سنه اولى عندنا بيس ميكر للهارت اس اي او، عندنا بيس ميكر للتنفس اللي هو الاسبيريشن، عندنا بقى بيس ميكر للاويكفولنس. والمفاجاه ان هذا البيس ميكر او المنظم اليقظه لا يوجد فيه الكورتكس. والسؤال بقى، طب طالما مش في الكورتكس احنا ازاي صاحيين ال 18 ساعه دي؟ الاجابه على هذا السؤال هتعرفه في النقطه الخامسه. خلي بالك، يبقى لغايه دلوقتي اللي انا قلته ايه؟ كونفرجنس من سنجل سورس، وقلناها كذا بوست سينابتيك نيورونز بيشتغلوا سبيشال سمنيشن، كونفرجنس فروم مالتيبل سورسز، وادينا عليها امثله اتجمعوا على الانتيريور هورن سيل الواحده عشان تحرك دراعك بكذا طريق، وده مهم. كلمنا على داي فيرجنز ان الاشاره اتفرقت الى نيورونز كتيره في وقت واحد، وقلنا اهميتها امبليفيكيشن وشغل 10,000 ماسل فايبر. ومثال تاني للدايفرجنس من مالتيبل او لمالتيبل سورسز سالامس وبرين ستيم، واتكلمت على ايه؟ خلصنا اول اثنين، نيجي لثلاثه واربعه. قبل ما اقول المثال الثالث والرابع عايز ادي مقدمه مهمه جدا. انا قلت النيورونز ازاي تشغل بعض او ازاي ما تشغلش بعض، يعني ايه؟ تعالوا دلوقتي الأول هنتخيل رسمة في منتهى الأهمية. هنتخيل إن ده نيرف، هكتب عليه إيه؟ اتفقنا مش هرسم النيرف بالأكسون الماسورة الطويلة، ده النيرف إيه؟ تمام؟ وجنبه نيرف تاني هسميه. بصوا بقى، النيرف إيه؟ هنعمل الحركة دي. وهنا طبعًا دي الناس هتقول إيه اللي أنت عامله؟ هقول لك دلوقتي اللي أنا عامله. وادي ألقط كده. وهنا وادي دي، بصوا بقى، الفكرة اللي أنا عايز أقولها إيه؟ نيرف إيه ده؟ بيكون في نهايته فيسيكلز. علامة التمانية بالعربي دي هي الساينابس. النيرف إيه؟ أنا عملته زي قرص الشمس، بيعمل ساينابس كده وكده وكده وفي اتجاهات مختلفة. طب وإيه الدايرة دي إيه؟ الدايرة ده السيل بادي بتاع نيرف تاني، يعني كان النيرف ايه؟ بدل ما اخليه خط طويل وفي نهايته سيناس مع نيرف اخر، لا قلت انه هيعمل اتصال باعصاب كتير. طب انت ليه نقطت ده؟ وليه ده ما نقطتوش اللي هو التشعبات دي؟ ده معناه ان السيل بادز دول اللي هو واحد واثنين وثلاثه واربعه، عايز اقول عليهم ايه؟ ريسيف enough transmitters، دول بيستقبلوا ترانسميترز كفايه. يعني انا هعتبر ان في النهايه في كيميكال ترانسميتر، شايفين المنقط ده؟ كفايه جدا بيعمل اكسايتيشن علامه زائد، يشغل السيلز او النيرف سيلز الاربعه دول. يعني الاربعه نيرف سيلز دول او الاربعه نيورونز استقبلوا enough transmitters، حصلها ريليز من النيرف ايه؟ يعني ايه enough transmitter؟ يعني الاربعه دول اللي هيبقوا بوست سينابتيك بقوا في حاله اكسايتيشن، اكسايتالي بوست سينابتيك ترانسميشن. معنى الكلام ده ان الاربعه هيطلعوا اكشن بوتنشال، يعني انت وصلتهم لفايرنج ليفل زي ما قلنا زمان. طب وصلتهم لفايرنج ليفل، فاتفقوا في العالم كله قالوا يبقى الاربعه دول اسمهم
ديسشارج زون. يعني ايه معناها؟ ديسشارج زي البطارية اللي بتطلع شحنات كهربية. أنا شغال، أنا فيا شحنة وصلاني، أنا عامل أكشن بوتنشال. يبقى قبل ما أكمل هتقولي فهمنا، يبقى النرف اللي أنت منقطه ده اللي على الجنب أكيد ما استقبلش ترانس ميتر كفاية، يبقى أكيد ما عملش اكسايتيشن كفاية. يبقى معناها إن النرف سيل ده اللي أنا هنقطه ده في حالة إيه؟ سب ثريشولد، ما هو ما استقبلش الترانسميتر اللي يعمل كومبليت دي بولاريزيشن، يعني كانه في حاجه لوكال بوتنشال. وعايز اقول معلومه مهمه في سنه ثانيه، احنا بنلعب بالالفاظ. يعني اقول لك سب ثريشولد هتقول لي ما دي سنه اولى، لوكال بوتنشال تقول لي ما هي هي انا عارفها انها كانت بي بروباجيتد. ايه الجديد في السنسور السنه دي؟ بما ان انتم خلاص طلبه كبرت يبقى لازم يكون معلومات عملاقه. قالوا الزون ده او الاعصاب اللي هنا واصله لها كهرباء قليله، تيجوا نسميها اس سب لينينال. وفي كلمه ثانيه هقولها دلوقتي، كلمه لينينال لاي طالب بيسمعها يقول لي دي لو غيرنا حروفها تفكرني بكلمه مينيمال. مينيمال يعني قليل، يعني سب ثريشولد، يعني لينينال تساوي مينيمال. هي تتفهم مينيمال بس مفيش كتاب في العالم غير وقال سب لينينال. ايه بقى تكمله الكلمه؟ فرنج. ودي اللي مضايقه طلبه كتير. طب يا دكتور صاب ليه من فهمناها؟ يعني ايه فرنج؟ لما قعدنا ندور في مراجع كتيره لقينا ان فرنج دي معناها بالعربي فرنج. طبعا كل اللي بيتفرج على الفيديو ده اتحدى ان يعرف يعني ايه فرنج. زمان الستاير القديمه في الافلام العربي القديمه كان ليها حبل نازل منه شلاشيب كده بيفتح بيها الستارة أو يقفلها، بيسموها الفرنجة. ولو أنت حاولت تغير الستاير في بيتك هتلاقي اللي جاي يشتغلها عارف كلمة فرنجة. خد كده واتكلم معاه. فالمراجعة قالت إيه؟ قالت النيرفز اللي في المنطقة دي اللي على البيريفري دي أطراف اللي هتستقبل ترانسميتر قليل هي صبة لينينا. وشكلها مع بعضها النيورونز اللي في البريفري كانها عامله شبه فرنشة الستاره. قالوا طب ما نسميها ايه؟ سب لينينال فرنج. ودي في منتهى الاهميه وبرده دي على البريفري. هتقولي لي دكتور احنا هننسى وعايزين طريقه تفكرنا، طريقه سهله جدا. هسال واحد سؤال بره الفسيولوجي، يا ترى الحياه في المدينه فيها خدمات احسن ولا لو عشت في القرى والارياف؟ يقول لي طبعا القاهره فيها خدمات احسن، فيها اهتمام احسن، هي العاصمه. نفس الكلام في النيورونز. النيورونز اللي في السنتر مش دول في الاطراف، دول في المركز بيستقبلوا ترانسميتر كفايه. طب والنيورونز اللي في البريفري ريسيف لس ترانسميتر، فتبقى صب لينينال فرنج. خدها طبعا، كل ما تبقى يا نيرف في السنتر هتوصل الاكسايتاتوري افضل، عندك نوبز احسن، ده الاناتومي. كل ما تبقى في البريفري الخدمات ليك متدنيه، الحياه سيئه وسيئه جدا. السؤال اتسالته من كذا سنه وجميل، دكتور انت قلت لنا ان في مكانين ديستشارج زون والاطراف سب ليمينال فرنج، هو ينفع كلهم يبقوا ديستشارج زون؟ قلت لهم اه ينفع لو النيرف ده من الاول واصل ليه فايرنج ليفل. يعني افترض ان ايه ده؟ واصل له ستيميوس سلاش ستيميوس.
يبقى هيبقى اون ونون لوب ويعمل لي اكشن بوتنشال. يبقى كل ما تدي ماكسيمم ستيمولس للاعصاب كل ما الديستشارج زون دي تكبر وتقل مساحه الصعب ليمينال فرينج. زي بالظبط كل ما تزود الاهتمام او الحكومه يجيلها موارد اكتر كل ما الاطراف البلد هتستفيد اكتر واكتر وبالتالي الناس الفقراء عددهم سيحصل. طبعا ده مش هيحصل بس بنفترض فرض. نفس الكلام في الناس. طب العكس بقى. طب وامتى الديستشارج زون دي مساحتها تقل؟ لو النيرف ده واصل له من الاول ايه؟ صب سلاش. الكلام بالمنطق من غير حفظ. قال لي الكهرباء اللي واصله للنيرف اللي هو الانبوت سيتاثر الاول. شغل الانبوت كويس بالتالي الاوتبوت هيشتغل كويس. طب دي مقدمه. طب ايه علاقه المقدمه اللي انت قلتها لنا ثريشولد وصب ثريشولد بالعنوانين دول؟ ولو تلاحظوا انا العناوين اللي مكتوبه على البورد ثنائيات يعني كونفرجنس عكسها دايفرجنس. دي عكس دي على طول. فاسيليتيشن عكسها التانية. تعالوا بقى نرسم رسمه تانيه وهتحسوا ان الفيديو ده هو فيديو الرسم. انت مش مطالب بهذا الرسم خالص. فكره الرسم تسهيل وصول الفكره. نيجي نقول بقى ايه العكس. سنفترض فرض دلوقتي ادي نيرف ايه وادي نيرف بي. التو نيرفز دول هقول لك كلوز توجذر. الاثنين قريبين من بعض. عصبين قريبين. انا رسمتهم بالعرض عشان يبقى الموضوع اسهل. عصبين قريبين. العصب ده المفروض بصوا بقى انا هعمل حاجه دلوقتي وتركزوا معايا. ايه اللي انت عملته؟ بدل ما اجي ارسم لك انا كان ممكن ارسم ايه؟ ساينابس. ساينابس عارفين الساينابسز الكتيره. لا مش هعمل ساينابس كتيره وهتخيل ان الساينابس ده حصل في شكل دايره. يعني انا النيرف ايه؟ سهعمل عمليه حصر لعدد الخلايا او النيرف سيلز اللي هو هيشغلها وهرسمهم بهذا اللون. هعملهم باللون ده، اللون الاحمر. ادي واحده وادي الثانيه. تمام؟ وهاجي هنا هعملها باللون الازرق ان الخلايا بتاعت دي هتبقى ادي واحدة وادي التانية. ايه اللي انت عايز تقوله؟ ان نيرف ايه لوحده عمل ساينابس مع كام نيرف سيلز؟ عمل مع اتنين. طب وبي لوحده عمل برضه مع اتنين. بس انت رسمت دايرة مشتركة في انترسكشن او تقاطع. ايه التقاطع ده؟ يعني قصدك ايه؟ قصدي اعملها بلون اخر وليكن اللون الاخر. اني في النص عندي معلش الاخضر مش شغال نخليها احمر برضو. هلاقي اني في النص عندي في تو نيرف سيلز سايلابس مع ايه ومع بي. يعني هعتبر ان في النص ده ايه؟ المشترك. عندنا نيرف سيلز مشتركه ما بين ايه وما بين بي. وهسال سؤال قمة في الغلاء من انا لو انا شغلت ايه لوحده يديني كام عصب؟ أربعة. طب لو شغلت بي لوحده بي يشغل لي كام نيرف سيلز؟ يشغل أربعة. طب لو شغلت ايه زائد بي أقدر أقول عليهم تمانية؟ لا يمكن. ليه ما أقدرش؟ لأن في اتنين مشتركين في النص. يعني ايه زائد دي؟ لما ستيميوليتد تو جذر شغل كام نيورونز؟ شغل ست. دكتور انت عايز توصلنا لايه وايه علاقته بالعنوان؟ ان لما ايه اند بي كلوز تو جذر كل ما الاعصاب تقرب من بعض كل ما السينابس يبقى مشترك ما بين ايه اند بي. معنى كده لما اشتغلوا مع بعض هم استفادوا؟ الاجابه لا. ايه لوحده كان بيشغل كام؟
أربعة نيورونز وبيل واحد كان بيشغل أربعة. إيه اللي أنا استفدته لما شاركتك يا بيل؟ بقيت ستة ما فرقتش معايا كتير، يبقى إحنا الاتنين بالبلدي قفلنا على بعض. يعني إيه قفلنا على بعض؟ لو أنا معايا فلوس أعمل مصنع وجيت قلت لواحد تاني إيه؟ واحد تاني جه قال لي ما تيجي أشاركك. قلت له طب ليه؟ المصنع هيتكلف 5 6 مليون، فلوس دي عندي انا وانا اللي هعملها باسمي، مشاركتك ليا مش هتفيدني غير لو انا معايا نص المبلغ وانت تساعدني بالنص التاني. نفس الكلام في الاعصاب، ننفي ايه من الاول واصل الى ايه؟ الى الفايرنج ليفل، يعني اكشن بوتنشال. والنيرف بي واصل الى فايرنج ليفل. التو نيرفز على فكره يقدروا يعملوا اكشن بوتنشال خاص بيه، مش محتاجين مساعده حد. طب يعني ايه قفلوا على بعض بالبلدي بالمصري؟ يعني ايه عملوا اوكلوجن، معناها بالعربي ظاهره الاغلاق. التو نيورونز ما فادوش بعض، بالعكس مشاركتهم لم تكن ايجابيه، وده اللي انا قلته في المقدمه. ما تنساش ايه علاقه العناوين دي بالموضوع الرئيسي. نيورونال بول يعني ايه؟ علاقه الاعصاب ببعضها، بتتجمع ولا بتتفرق. لما يشاركوا بعض ويعملوا الاثنين يشتغلوا ستيميوليشن مع بعض، عملوا هنا ايه؟ اوكلوجن. دايما مش هقول اكزامبل وما احطش مثال، سيبك من المصنع، انت طالب في سنه ثانيه عايز حاجه في جسمك محسوسه. لو انت جت ناموسه او برغوثه وقرصتك، لو القرصتين قريبين من بعض، قرصه وقرصه ثانيه في مسكين قريبه منها، يبقى كده شغاله ايه؟ تو نيورونز كلوز توجذر. يبقى هنا في النهايه القرصتين هيشغلوا عدد كبير من الاعصاب ولا العدد هيكون اقل؟ العدد مش كبير، لان ايه بلس بي عملت لي 6 نيورون. ايه اكثر واحده شغلت اربعه؟ اربعه نيورونز اتقلبت منها، والقرصه الثانيه القريبه اربعه بس في اثنين مشتركين، يبقى في النهايه القرصتين التو موسكيتو بايتس لم تشغل اكبر عدد ممكن من الاعصاب، فانا ما اتألمتش قوي. حسيت بالقرصه بس مش قوي. انت تتألم لو قرصتك هنا الموسكيتو قرصه وبعد كده قرصتك في حته بعيده. ما دام حته بعيده يبقى هناخد المثال العكسي وهو فاسيليتيشن، وهمسح ده وبرضه هقول ايه اند بي. ايه اللي هيختلف؟ عشان تشغل عدد اكبر عدد ممكن من الاعصاب في جلدك وتتقلل بالقص بالعقل ومن غير حفظ، لازم التو نيرفز يكونوا بعاد عن بعض، يعني القرصه الاولى بعيده عن القرصه الثانيه، وكل واحده تشغل عدد معين من النيرفز. تعالوا بقى نغير في الرسم، وانتم اللي هتقولوا معايا اهي. هرسم ادي ايه؟ نيرف ايه؟ وادي بعيد عنه نيرف بي. ادي ايه اند بي؟ اواي فروم ايتش اذر. وهرسم الدايره بتاعتي وعندي بي، هرسم الدايره بتاعتي، وهنا في المشترك اللي الكومن ما بين العصبين، هعمل المنظر ده. ايه اللي حصل؟ اهي نيرف نتيجة القرصة الأولى الفيرست بايت شغلت كام نيورون؟ شغلت أربعة. طب ومين هتشغل أربعة؟ أسأل سؤال غبي جدا مني، طب إيه بلس بي في الحالة دي؟ هنا أربعة وهنا أربعة، وعلى فكرة القرصة الأولى سب ثريشولد والقرصة الثانية سب ثريشولد، واحنا بنفترض جمعنا ايه بلس بي، عملنا سميشن، يبقى هنا اربعه وهنا اربعه
يبقى المجموع 8 وفي 2 نيورونز. النيرف ده استقبل من ايه؟ ترانسميتر ايه؟ قليل. هل كافي ان يوصله للفايرنج؟ لا. طب وهنا برضه بي استقبل ايه؟ برضه ترانسميتر قليل. اجمع ايه زائد دي؟ يبقى انت وصلت الدايره الزرقاء دي الى فايرنج ليفل. يبقى احنا استفدنا. يبقى ايه بلس بي في المثل ده؟ 4 بتوع ايه و4 بتوع بي اشتغلوا، واثنين في الحدود في المشترك اللي هي الكومن تساوي 10. وده اللي الكتاب قاله. الكتاب قال ايه بقى؟ قال السمشن اوف التو نيورونز از بي اكبر من سيبريت ستيميوليشن. يعني الارستين لو جمعناهم على بعض شغلوا كام عصب في جلدي واتقلمت؟ يشغلوا 10. والقرصه الواحده تشغل كام؟ 4. يعني معنى هذا الكلام حصل فاسيليتيشن. فاسيليتيشن قلناها في فيديو ساينس. معناه ايه فاسيليتيت؟ اسهل، اساعدك انك تشتغل افضل. وده مثال المصنع. واحد معاه 3 مليون، واحد معاه 2 مليون. قالوا تيجوا نشارك بعض ونعمل اسهم في شركه جديده علشان نمتلك هذا المصنع. لازم نشارك بعض. يبقى ده فاسيليتيشن وكلوجن. قلناه بمثال موسكيتو بايت. موسكيتو بايت ده انا فاكره كان دايما المثال ده المدرس كان بيقول لنا زمان في المدرسه، وكنت انا بستغرب الاستاذ ده بيسالني السؤال ده ليه؟ يقول لي يا ابني تحب ناموسه تقرصك قرصه واحده ولا تقرصك قرصتين قريبين من بعض؟ يعني قرصتين بعاد ولا قريبين؟ كنت انا دايما ارد عليه بخداع واقول له طبعا قريبين. غلط. كنت صغير مش فاهم ان القريب ده يبقى مين؟ اوكلوجن. والبعيد ده يبقى مين؟ فاسيليتيشن. لازم تعرف عايز تتألم فاسيليتيشن خليهم بعاد، عايز ما تتألمش خليهم اوكلوجن قريبين. في اي مشكله؟ ودايما استغرب ايه الراجل الغبي ده وبيسالني السؤال ده ليه؟ الراجل ده كان عنده عمق في النيورونال. نيجي بقى للامثله الاخرى. برولونجيشن اوف سيجنال. ايه المقصود بالعنوان ده؟ اديت اشاره واحد، انبوت واحد. هتقول الانبوت يشغل 1 اوت، البري يشغل 1 بوست ساينابت. لا المشكله مش يشغل، يفضل البوست ساينابتك شغال ولا يتوقف. عشان كده المثال رقم 5 العنوان الخامس هنتكلم عليه دلوقتي بالتفصيل. العنوان الخامس عندنا ازاي السيجنال تبقى برولونج. ظاهره اسمها افتر ديسشارج. وهرسم رسمه وبعد كده تعالوا نشوف. الخط ده الاكسون اوف النيرف الاول اللي داخل فيه اشاره اللي اسمه انبوت. الانبوت يشغل او معروف، بس ايه اللي يحصل؟ هرسم كده. الاوتبوت اشتغل وعمال يطلع اكشن بوتنشلز ولا يتوقف. لازم الاول نفهم في العنوان ده يعني ايه افتر ديسشارج، وبعد كده ندي ثلاث امثله على الظاهره دي. كلمه افتر ديسشارج كديفينيشن قولها من الاخر للاول. ديسشارج افتر، مين اللي مستمر في الاكشن بوتنشل؟ الاوت بوت. طب افتر ايه؟ انا مستمر اطلع اكشن بوتنشال، انا الاوت. بعد ما ايه؟ اهم كلمه لازم تتقال في التعريف، افتر ستوبج اوف ستيمولس. يعني انا اديت هنا ستيمولس للنيرف، ستيمولس خلصت وما زال رد الفعل مستمر. زي ما بالظبط كده ناس بيقولوها بالبلد، فلان زعلك وجه عليك وانت عمال تتخانق وهو سابك ومشي وانت عمال تتخانق، طب ما خلاص الموضوع انتهى.
طب الكلام ده عايزين نطبقه علينا، قلنا ثلاثة اكزامبلز عشان ما تتوهش، وفي الاخر الفيديو هنقول الكلام ده كسنة بسرعة. اول اكزامبل عندنا هرسم نيرف عادي وهعمل الحركة دي، لو انا اديت كذا ستيمولس ورا بعض بسرعة للنيرف حاجة اسمها تيتانايزنج ستيمولس. فاكرين في سيكشن الضفدعة السنة اللي فاتت كنا بنعمل كده الفروج ستيمولس ورا بعض بس لم نصل لمرحلة الفتيك. طب انت اديت تيتانايزنج ستيمولس، فاكرين التتنس بتاع زمان اللي كانت رسمته كده كونتينوس كونتراكشن، اديت ستيمولس مستمرة وبعد كده وقفت، كل ما تدي ستيمولس كان مين بيدخل في النيرف؟ كالسيوم انفلكس. طب انا وقفت الستيمولس وما زال الكالسيوم عمال يدخل ويعمل رابشر للفيسيكلز، الكور دي عماله تتكسر ويخرج منها ترانسميتر، يبقى ايه اللي حصل؟ طب ما ده اخطر ديستشارج. يعني ايه؟ ستوب اوف التيتانايزنج ستيمولس، انا وقفتها وبالرغم من كده ما زال الكالسيوم بيك والفيسيكل يحصل لها ربش ويحصل نقل للامبلس من بري الى البوست. هذا المثال اكسبيرمنتال تجارب في المعمل خدناها. كتاب الاس سماه الى بوست تيتانايزنج فاسيليتيشن، ولو حد لاحظ حاجه تبقى واضحة جدا في هذا الاكزامبل، قلناها في الشورت تيرم سينابتيك بلاستيسيتي، اللي شاف الفيديوهات الأولى للسينابس، ادينا هذا المثال، حتى قلت لكم في شورت تيرم وفي لونج تيرم، جيت على الشورت تيرم واديت ثلاث أمثلة، كان مثالين فاسيليتيشن فاكرين اللي هو السنسيتايزيشن والمثل ده، ومثال واحد inhibition اللي هو habituation. يبقى هذا مثال اتقال قبل كده. طيب عايز اكزامبل تاني ومهم جدا في الافتر ديسشارج، مثال رائع من ربنا. المثال ده ليه علاقه بايه؟ ليه علاقه بالصحيان. فاكرين لما جيت قلت البيس ميكر لليقظه موجود في البرين ستام؟ لما قلنا ان السيجنال تتفرق في مكانين بتاعت الدين، وقلت وقتها هنا هقولها في رقم خمسه، اهو ده وقتها، ده المثال التاني للافتر ديسيت شورج. طبعا اعذروني انا بمسح باستمرار عشان المكان. المثال التاني بقى هنقول الجمال اللي ربنا عمله، هنفترض ان ده هو الكورتكس، ده الكورتكس بتاعنا تمام؟ وهنفترض ان المربع ده هو البرين ستام اللي فيه البيس ميكر اوف الاويكفولنس. ايه اللي انت عايز تقوله؟ اللي انا عايز اقوله اهو، البرين ستام شغلت مين؟ الكورتكس. الكورتكس عمل ايه؟ اهو خلي بالكم البرين ستام ده الانبوت، هو الاشاره الاساسيه جايه منه. انبوت لمين؟ الكورتكس. يقول له زي بالظبط لما علمونا في الكمبيوتر قالوا في انبوت ومدخل ومخرج. المدخل ليك يا كورتكس برين ستام هو اللي شغال. او راح الكورتكس قال ايه؟ انا هيخرج مني اوتبوت، الاوتبوت يروح لمين؟ للبرين ستام، يعمل له ستيميوليشن والبرين ستام يشغل الكورتكس والكورتكس يشغل البرين ستام. يبقى اذا دي بقت دايره مغلقه، انا اشغلك وانت تشغلني. طب انا اشغلك وانت تشغلني، يبقى دي اسمها ايه؟ كلوزد تشين سيركت، كلوزد دائره مغلقه او بوزيتيف فيدباك. نفضل نشتغل لدرجه 18 ساعة في اليوم. امتى هنقف وننام؟ يعني امتى الدايرة دي تقف؟ هنقولها.
بس الكتاب قال ليها عنوان اخر غير كلوز تشين سيركت. العنوان بتاعها ريفربريتنج سيركت. كلمه ريفربريت ليها معنى، معناها صدى. كلمه صدى يعني ايه؟ صدى زي بالظبط لو انت واقع في شقه ما فيهاش موبيليا، شقه جديده هوي، هتقول صوت، عارفين زي الايكو بتاع الصوت، تندى على واحد يرجع لك حرفين من اخر كلمه، يا محمد زعق، يجي لك اما اهي ده الصدى. كلمه صدى معناها ايه في المثال ده؟ ريسبونس، ايه رد فعلك؟ انا بشرح، فهمت؟ اسالني، اشرح، وهكذا. بقت صدى علاقه الاثنين ببعض بوزيتيف فيدباك. طبعا الكتاب ما قالش بوزيتيف، سماها ايه؟ فيبريتنج سيركت، وقال عليها اكزامبل اويكفولنس، وده مهم جدا. 18 ساعه. طب انت قلت لنا هتقف امتى؟ هتقف لما الترانسميتر يخلص. يعني انا طول ما انا صاحي برين ستان ستيميليت ذا كورتكس، كورتكس ستيميليت برين ستان، وان الاكشن بوتنشال دائما يمشي في دايره مغلقه، بيجمع اول اور نون نو. حتى القاعده دي انتوا عارفينها من الفيزيكس ايام سنه، كهرباء بتمشي في كلوزد سيركت ما بتوقفش. امتى هتقف؟ كيميكال ترانسميتر خلص. يعني ايه يا دكتور؟ الكورتكس علشان يشغل البرين ستيم هيطلع كيميكال ترانسميتر. مش هنقوله النهارده، هنقوله في موضوع السليب، هتاخده في الترم الثاني. انت بتنام ازاي؟ وايه الميكانيزم اوف سليب؟ وعلى فكره نظريه ان الترانسميتر يخلص فالسيركت دي ما تكتملش نظريه قديمه جدا. It is an old theory. بعيد تاني، يعني نظرية قديمة؟ اكتشفوا ان النوم ليه مراكز بتسيطر عليه في البرين. الموضوع انك تنام It is not passive، يعني عملية سلبية. ترانسميتر خلص نمت، لا دي عملية active، ده في مكان محدد في الكورتكس هو اللي بيخليك تنام. ده موضوع يطول شرحه. طب ده اكزامبل، هل يا دكتور مفيش غير ريفربريتنج سيركت وحيده في الويكفولنس؟ لا، في ريفربريتنج سيركت تاني عشان ما تحفظ فين البيس ميكر الاخر اللي اخدته في سنه اولى، بيس ميكر اوف ريسبيريشن او الريسبيراتوري سنتر، هرسمه وافكركم بيه. ده برضه ريفربريتنج سيركت. انا لسه في المثال الثاني في الافتر ديسشارج. المثال الثاني بقى، كان عندنا مكان اسمه انيوستيك سنتر، وده مكان مهم قوي. من اسمه انيوستيك، مش ده اللي كان بيوقف نفسي يعمل لي انيه؟ عارفينها من سنوات. المكان ده كان بيعمل ايه؟ كان بيشغل الريسبيراتوري سنتر، عشان تاخد اللي هو ال 500 مللتر اير او تايلر فول، الكلام زمان. طيب هو يشغله والريسبيراتوري سنتر يبعت، انت تشغلني وانا اشغلك طول ما انا لسه ما اخدتش التايلر فوليوم الكافي بتاعي. ما هي دايره ما بيننا دايره مغلقه، نفضل نشغل بعض. طب انا شغالك وانت شغال، تسميها ايه؟ ريفربريتنج سيركت. هتقول لي طيب مين اللي يوقف هذه الدايره؟ ما هي مش الشطاره تقول لي بوس ستيميوليت اتش اذر، قول لي هتقف امتى؟ هل يا ترى هنستنى لغايه ما الترانسميتر اللي خارج من الابنيوستيك سنتر هيخلص؟ لو استنينا هنا هنموت كلنا، هنقع في ابنيه، نفسي هيوقف، سبيراتوري سنتر مش هيقدر يشتغل. لو تفتكر سنه اولى نفسك توقف تماما، ده مش ستيميوليس للسبيراتوري سنتر.
طب امال مين اللي يوقف الابنيوستك؟ قالوا لنا في سنه اولى كانت تقف بمكان فوق اسمه نيمو تاكسيك سنتر. فاكرين نيمو تاكسيك؟ منظم النفس اللي هيقف السويتش، وده لازم نكون مخليين بالنا منه. ابنيوستك سنتر ده لازم تكون واخدين بالك. طيب الابنيوستك سنتر بتاعنا هيوقف الابنيوست، ومش بس كده وهيقف بالتو فيجار. ارجع لسنه اولى للاوف سويتش للتنفس، موضوع الكنترول اوف ريسبيريشن. احنا مش هندخل بالتفاصيل في سنه اولى ده خلاص، انا بديلك اكزامبل هتتساله شافه. يبقى اذا وقفت الريفر بريكنج سيركل بطريقتين، يا اما الترانسميتر يخلص ودي اول بيسير اوكسيد، يا اما نوقفه اكتف بالنيموتاكسيك والفيجاس ونعمل لك انهبيشن يا ابنيوس. ودي اكزامبل رقم اثنين الافتر ديسبشن. انا لسه قايل ان في ثلاثه اكزامبل، طب ايه الاكزامبل الثالث والاخير للافتر ديسشارج؟ اكزامبل روعه من ربنا. نفترض ان انا دلوقتي اتلسعت وانا بتلسع بكبري، سحبت ايدي، عملت فليكشن، اشتغل البايسس، هنسميها فليكسنج ويز درول ريفلكس. كلمه ويز درول سحب ايه؟ هتقول طب ما انت طبعا هتسحب ايدك عشان تبعد عن الحاجه اللي لسعتك، مش منطقي تبقى ايدك مفروده وفرحان بالبين، مش هيحصل. طب ايه علاقه الافتر ديسشارج؟ هقول لك اللي فيه من السويف، اللسعه خلصت خلاص، اتلسعت وانتهينا، وعلى الرغم من كده ما زالت الفليكسور ماسلز او البايسبس في حاله كونتراكشن. تعالوا نرسم الرسمه مع بعض اهي. ادي يا جماعه الانبوت اللي شايل البيت، الافرد اللي شايل البيت اهو. المفروض ان الافرد ده يعمل ايه؟ ساينابس الاول اهو، بيعمل ساينابس مع انتر نيورون زي ما اتفقنا، والانتر نيورون ده بيخرج منه الاي فريمت لسحب الايد. يعني انت عايز تسحب ايدك، افرد خارج من الانتيريور هورن سيل، يعني ده خارج من الانتيريور هورن سيل عشان تبقوا متخيلين، والانبوت ده داخل من البوستيريور هورن، يعني سبايدر كور، ما في بوستيريور فوق في الرسمه وفي انتيريور تحت. هتقولي طيب ايه بقى الكلام ده؟ فين الافتر ديسشارج؟ عايزك ترجع لفيديو البروبرتيز اوف سينابتيك ترانسميشن. فاكرين لما قلنا طالما في انتر نيورو سيتاخر نقل الانبلس كام؟ نص ملي سكند. الانبلس اتاخر نص ملي سكند، تتاخر توصل انتي هورن سيل يفرن، تروح للفليكس اسحب ايدي. ربنا عايزك تعمل فليكشن لوقت اطول. شوفوا بقى الحركه الرابعه هنقطعها. ادي ايده بدل ما يعمل سينابس مع انتر نيورون واحد، قال لك في نفس الوقت وانا شايل البين انا هعمل ايه؟ سينابس لكام انتر نيورون؟ واحد و اثنين اهو داخل نفس الانبوت. ما هو مكمل يا جماعه كده، بدل ما خليه مكمل عادي خليته منقط من الحته دي عشان تبقى باينه، تمام؟ عمل سينابس مع 1 انتر نيورون، والانتر نيورون اللي حاطط عليه صباعي عمل سينابس رقم 8 بالعربي مع انتر نيورون تاني. الله، طب ما الانتر نيورون الواحد بيأخرك كام؟ نص ملي سكند. هنا انت اتأخرت كام في السكه دي؟ نص زائد نص، اتأخرت 1 ملي سكند. عارفين ليه اتأخرت 1؟ يعني انت عملت فليكشن وخلاص؟ لا، الفليكسور ماسل جاي عايزه تعمل ريلاكسيشن. قلناها قبل ما ترتاحي
اصل الانبوت ده دخل في سكه ايه؟ اخرى وشغل عدد اكبر من الانتر نيورون، فانت هتفضلي في حاله كونتراكشن. يبقى دي وام السكه، جت الفليكس وقالت خلاص عايز ارتاح، انا عايز اعمل ريلاكسيشن، عايز اشغل الاكس تنسل. قلنا لها لا، اصل نفس الانبوت ده هيعمل ايه؟ هيمشي في سكه رقم كام؟ ثلاثه. خلي بالكم دي السكه الاولى بانتر نيورون واحد، ودي السكه الثانيه باثنين انتر نيورون، وهذه هي السكه الثالثه. بصوا بقى ايه هيحصل هنا، بيبقى انتر نيورون واحد واثنين وثلاثه. عايز توصل ليه يا دكتور؟ عايز اوصل ان الانبوت مشي في ثلاثه باس واي في نفس الوقت، والثلاثه باس واي كل سكه بتاخر نقل الانبوتس يا جماعه عندها، وما زالت الفليكسور في حاله كونتراكشن. فليكسور عامله زي ايه؟ موظف قاعد في شركه كل ما يخلص الدفاتر اللي الريس بتاعه اداها له عشان يخلصها او يعني شغل روتيني، اقول له لا لسه، يقول لك خلاص، اقول له لا لسه في شغل لسه عندك مش ملاحق. طب هنا اتسلمت في الكتاب في ايه؟ سؤال لكل اللي بيتفرج على الفيديو ده، هل يا ترى الدايره دي مغلقه؟ لا، انبوت اهو داخل مشي في السكه دي، وفي نفس الوقت في السكه الثانيه، وفي نفس الوقت في السكه رقم ثلاثه، فسميناها بارلل سيركت. بارلل يعني ايه؟ موازيين لبعض، او اتسلمت اسم تاني اوبن تشين سيركت. اوبن يا جماعه مش مغلقه، مش زي الريفربريتنج، فاكرين بتاعت اليقظه؟ انا شغالك وانت تشغلني وبنلف في دايره مغلقه. عشان كده في الاورال ما تندهش، يقول لك تعرف ايه هو البارل تشين سيركت؟ هترد عليه بالثقه تقول له هو الاوبن تشين سيركت، مع نفس المعنى. ودول مثال من افتر ديستشارج. يبقى عشان نخلص النقطه دي، افتر ديستشارج قلنا ديفينيشن، قلنا ثلاث امثله. واحد بوست تيتانايزنج فاسيليتيشن، اثنين اتكلمنا عن ريفربريتنج سيركت بامثله وكل مثال ازاي يتوقف او ستوبج، والثالث بارلل تشين سيركت، وده اللي احنا قلناه في الافتر ديسشارج. نيجي للمثال السادس، انهيبيتوري سيجنالز. لغايه دلوقتي انا قلت ايه؟ ازاي يحصل كونفرجنس وعكسها دايفرجنس، ازاي الاثنين يساعدوا بعض، فاكرين زي ارستين الناموسه البعاد بيشغلوا اكبر عدد، وازاي الارستين قريبين فيحصل اوكلوجن، واتكلمنا على البرولونجيشن اوف سيجنال. المثال السادس انهيبيتوري سيجنالز. هذا المثال انا مش هشرحه في هذا الفيديو، ليه؟ هيتقال مع الموتور. اتقال لكم في المحاضرات ان في نوعين من النيجاتيف فيدباك، نوعين من النيجاتيف فيد، واحد اسمه نيجاتيف فيدباك وواحد اسمه نيجاتيف فيد فورورد. عشان تفهم الفورورد كل الدفعه فاهمه نيجاتيف فيدباك، انا اشغلك وانت تعمل لي انهيبيشن بالعكس. طب يعني نيجاتيف فيد فورورد؟ هنشرحها في سيربلم. السيربلم اللي هو المخيخ او الليتل برين. عشان اقول لك امثله لازم اشرح هيستولوجي اوف سيربلم، ولازم ادخلك لاعماق السيربلم وطبقاته والسيلز مع بعض. فاذا العنوان السادس عايزك تعرف عليه هنقوله في الموضوع ثاني واجل، يعني انا هذكره فيما بعد. العنوان السابع والاخير شاربنس اوف سيجنال. انا عايز الاشاره اللي انا استقبلها تبقى محدده جدا. عشان تفهمها انا هدي مثالين. واضح ان هذا الفيديو هو المثالين. كونفرجنس انا قلت مثالين سنجل ومالتيبل سورس، دايفرجنس قلت مثالين سنجل ومالتيبل.
فاسيليتيشن وعكسها اوكلوجن، بس الافتر ديستشارج دي ثلاث امثله. يعني ايه بقى الشارتنس اوف سنسيشن؟ ايه هما المثالين؟ اول اكزامبل فيه وده مهم جدا جدا فرقم سبعه، اول واحد لاترال انهيبيشن. الكلام ده في غايه الاهميه. يعني ايه لاترال انهيبيشن؟ القصه بمنتهى البساطه، انا هفترض ان انا دلوقتي شايف لمبه قصادي، في لمبه يعني وانا شايف اللمبه دي مين اللي شافها؟ شبكيه العين. فتعالوا ارسم رسمه هتعرفها في الترم الثاني بس عشان تتخيل. ادي يا جماعه اللمبه اهي، لمبه مصدر ضوء قدام، المصدر ده بيعمل لايت ريز، انتوا عارفين بارالل طبعا، بتخبط في العدسه اللي هي الليز، كلام زمان بتاع سنه، وتنكسر الاشعه ريفراكشن، مش مهم الكلام ده، تقع على مين؟ على شبكيه العين اللي اسمها ريتن. شوفوا عظمه ربنا في اللي جاي. الشبكيه هي 10 طبقات هنعرفها بعدين. الريتنا فيها نيورونز اعصاب. الاعصاب قالت ايه؟ قالت انا في مركز الريتنا مش ده السنتر بتاع الشبكيه، انا اللي استقبلت الضوء اللي جاي. فجت سالتها النيورونز اللي على الاطراف دول البريفري، قالت لها واحنا ايه؟ ما احنا موجودين عندك على البريفري اوف الريتنا. قالت لهم لا، انا اللي استقبلت الضوء مش انتوا. علشان تبقى الصوره محدده ربنا خلى ايه؟ خلى النيورونز اللي في السنتر، بصوا بقى تعمل ايه؟ تطلع انتر نيورون او ستيميوليت انتر نيورون، بلاش تطلع مش صح. قالت انا هشغل او اعمل سيناكس مع ايه؟ انتر نيورون. فين الانتر نيورون؟ هرسمه باللون الاحمر اهو، ادي اللون الاحمر مش باين، هنعمله كله بالاسم. قالت انا هعمل اشغل الانتر نيورون المنقط ده عشان يعمل هنا ايه؟ انهيبيشن. يعني العصب اللي موجود على البريفري انا عايز اوقفه. هتقولوا طب وليه يا دكتور هذه اللفه؟ ما كان ممكن النيورونز اللي موجوده في السنتر اوف ريتنا تطلع انهيبيتوري ترانسميتر يعمل هايبر بولاريزيشن النيورونز اللي في البريفري. قلنا لها طب ما كنت تعملي كده؟ قالت ما اقدرش، لان انا متعوده اطلع ايه؟ اكسايتاتوري ترانس ميتر فقط. انا متعوده اطلع جلوتاميت، ما تقوليش اطلع حاجه ثانيه. وفي قاعده قلناها في اول فيديو في السنس لو تفتكروا. ايتش نيرف ريليز وان تايب اوف ترانسميتر. انا بفرز نوع واحد وغالبا لازم يبقى ايه؟ اكسايتاتوري ترانسميتر. قالت انا هشغل النيرف اللي يقدر يعمل انهيبيشن. عشان كده دايما الانتر نيورون معظم شغله ايه؟ انهيبيتوري. طيب هي وقفت العصب اللي موجود على البريفري، قالت له ايه بالعقل؟ قالت له لا تستقبل الضوء. انا مش عايزك تستقبل الضوء، انا بس الضوء وقع عليا انا في السنتر، انت ما تستقبلوش. طب والنيورونز اللي على البريفري دي؟ نفس الكلام، طلع انتر نيورون وعمل انهيبيشن برضه هنا عشان ما نكررش الرسم. يبقى معنى كده، ما معنى العنوان؟ يعني ايه اللاترال انهيبيشن؟ انا اهو نيرف في السنتر، منعت النيرف اللي على يميني انه يشتغل، والنيورون اللي على شمالي انها تشتغل، فانا خليت الصوره ايه؟ واضحه. كلمة شارب يعني ايه؟ محددة. ربنا ما خلاش الامور تمشي كده، كلنا نشتغل مع بعض، لا. هتقولوا طب وهل في ميزة تانية ان السنتر بس اللي يشوف؟ اقول لك اه. لو انت رايح معرض رسم زي جالري اللي بيعملوه الناس بتوع الفنون الجميلة دول، ورحت شفت لوحة، تلاقي ساعات اللوحة المركز بتاعها نص اللوحة بلون، وتلاقي الخلفية اللي هي الباك جراوند بلون تاني. طب ما هو كل لون مش انت ميزته عن التاني؟ اه ده اللون الاحمر في الصورة.
الصورة. ده اللون الأخضر. مين اللي شاف اللون الأحمر؟ نيورونز معينة فيه يا جماعة الريتنا، لأنها اللي موجودة في الشبكية اللي ضوء في العين. طب واللون الأخضر؟ شافته أعصاب تانية موجودة في الريتنا. فربنا خلى إيه؟ النيورونز اللي شافت اللون الأخضر تميزه عن الأحمر، واللي شافت الأحمر ما تشوفش الأخضر مثلا. عشان كده الكتاب قال لا ترى الانهبيشن مهم لشاربنس اوف سنسوري سيجنال، مش ده سنس احساس فيجن او الرؤيه سبيشال سنس، ويميز الباك جراوند في الكونتراست، يميز ابيض من اسم، يميز اللوحه بلون والخلفيه بلون. يبقى كل الكلام ده بفضل مين؟ الانتر نيورون اللي بيطلع انهبيتور ترانس ميتر. لما قعدنا ندور على هذا الكلام لقيناه في المراجع بشكل جميل، صوره تحفه جايب لك ثلاثه موجودين جنب بعض، كان انا في الفيديو باين وجنبي ولدين، كاني حطيت ايدي على بق زميلي على اليمين وايدي على بق اللي واقف على الشمال، كاني ايه؟ كتمتهم، عارفين؟ قفلتهم، قلت لهم ممنوع تشتغل، انا بس الاستيميوليتي، فسميتها لاترال. ايه لاترال؟ الاطراف ما تشتغلش، السنتر بس هو اللي اشتغل. هتقولوا لي هو لازم السنتر بس؟ لا، نفترض ان الضوء وقع على البريفري، نفترض وقع على اطراف الريتنا، يبقى مين يبقى استيميوليتد؟ البريفري، ومين يبقى انهبيتد؟ السنتر. من الاخر اللي استقبل الضوء هو اللي هيشتغل، طب واللي ما استقبلوش؟ ما يشتغلش، والا يبقى الموضوع عادي. يبقى ده المثال الاول لاترال انهبيشن. ده اول مثال. بصوا بقى المثال الجميل رقم 2، جه عالم فرنسي سنه 45، اديكم برضو معلومه تاريخيه. انا اكتشفت على فكره حاجه عبقريه. قلنا له انت اكتشفت ايه؟ انا حارسم الرسمه، ادي نيرف سيل العاديه اهي، ادي نيرف سيل، ده الانبوت، ده اللي بادئ من الاشاره. النيرف سيل دي تعمل ايه؟ سيناس مع انتر نيورون. الانتر نيورون يعمل انهبيشن للانبوت. ايه ده؟ مش فاهمين. احنا عارفين ان الانتر نيورون دائما ابدا بيوقف مين؟ نيورون صخرة، صح؟ عصب تاني؟ لا، هنا ده المقاطع ده هو انتر نيورون. اكتشفوا خواجة فرنساوي اسمه رينشو، دايما تلاقوا الفرنش اساميهم دلع زي رينو، حاجات كده جميلة. الرينشو قال لك انا اكتشفت انتر نيورون، قلنا له هتعمل ايه؟ انا هسميه على اسمي. هو كده وضع رينشو انهبيشن او رينشو انتر نيورون. قلنا له طيب احنا ملاحظين يا رينشو ان انت قلت ان الانتر نيورون ده عمل انهبيشن لمين؟ لنفسك. طب وانت عايز ليه تعمل انهبيشن لنفسك؟ صح؟ مش انهبيشن لنيرف تاني او جنبك، ليه؟ قال انا عايز امنع الانبوت يفضل في افتر ديستشارج. تخيل هذا النيرف بدات منه سيجنال، لو فضلت انا كمصل، ما هو السيجنال دي هتروح لايفرنت والايفرنت يخرج من يروح لمصل فايبر ونعمل كونتراكشن. قال لك انا مش عايز الكونتراكشن يزداد عن الحد. فاكرين الفليكس والمصل بعد ما سحبت ايدي ولا لا؟ بعد ما سحبت ايدي فضلت كونتراكت فتره اطول، وسميناها اوبن تشين سيركت، لان الفلكشن معناه ان الموضوع ده مهم وفي بين. تبتدي اشاره بعدين للسي ناس خلي بالك انا سحبت ايدي والموضوع خطير. طب السؤال، بعد ما سحبت ايدي وعامل كونتراكشن مده طويله، هل انا عايز الفلكس تفضل كونتراكتد لغايه ما احصل فاتيج؟ الاجابه لا. فمين اللي لازم يظهر دوره؟ انهبيتور انتر نيورون. يوقف مين؟ الانبوت، يقول له كفايه على كده. عشان كده كتاب الاسم او الفلاشه اللي خدتوها من المحاضرات
قال كلمة بجعلصة شوية بس سهلة. فايدة الرينش ويبص بقى ايه؟ إن هيت ذا أن ديزايرد أكشن. أوبزيرف أن ديزايرد يعني إيه؟ شيء غير مرغوب فيه. ما ينفعش تفضل تدي في سيجنال والمصل في حالة كونتراكشن مستمرة، قد الدرع وخلاص أنا لازم أوقف. واكتشف الرينش وبعدها بكذا سنة ده كمان أنا ممكن أعمل إنهيبيشن للأوت بوت. يعني من الآخر الرينش ده إيه؟ إنهيبيتوري إنتر نيورو، يوقف الإنبوت ويوقف الأوت بوت ويخلي الأكشن مظبوطة، لا تزيد ولا تقل، ما ينفعش الريسبونس يبقى كومبليت كونتراكشن أو ما ينفعش مفيش كونتراكشن خالص. يبقى ده الرينش. السؤال بقى الرينش ده سيبك من البين، هل ليه أهمية؟ أنت قلت بيعمل إنيميشن لمين؟ للإنبوت، ودي إحنا معاك فيه. أنا عايز، أنت قلت إنه بيعمل إنيميشن للأوت بوت. مين الأوت بوت؟ النيرف اللي خارج رايح للمصري اللي هو الإفر أو بوست ساينابت. طب هو ليه يعمل إنيميشن ده؟ إديني مثال. عايزكم ترصوا عليا دلوقتي في الفيديو ده وانا بلعب بيانو، مع ان عمري ما لعبت. مثلا بعمل دايما تلاقوا البيانيست المشهورين زي رامز ياسا والناس العالميين بيعمل ايه في صفحه؟ فليكشن الاندكس مثلا عشان يعمل نغمه معينه. طب وانا بعمل فليكشن هل ينفع اعمل معاها في نفس الوقت اكستنشن لنفس الصباع؟ مش ممكن. ما هو يا تبني يا هتفرق، ما ينفعش اعمل الاثنين فيكنسلوا بعض. فاكتشف رينشو فكرة عبقرية، قال إن أثناء الفلكشن أوف الفينجر أنا لازم أنا أعمل إيه؟ إنهيبيتور إنتر نيورو. لمين؟ للإفرنت اللي رايح للإكستنسور مصر بتاع الصباع ده. يبقى معنى كده ربنا عظيم عظمة ما حصلش، ربنا عمل شاربنس. هل ده لسنسيشن ولا للموتور اكشن؟ لموتور. هنا بقت مين اللي بقت محدده؟ حركه صبعك بقت محدده. ربنا عايزك تشغل فليكس، شغل، وفي نفس الوقت عايزك توقف الانتاجونيستك مصر، يبقى يشغل انهيبيتوري انتر نيورو للاكستنسور مصر. عشان كده لو عايز الكلام ده تفهمه هرسم لك رسمه ثانيه معبره. ادي يا جماعه الانبوت بتاع بسرعه هيشغل مين؟ هنعتبر ده فليكس. ده يا جماعه صباع البيانيست، صباع خلاص. في نفس الوقت الانبوت يعمل ايه؟ يطلع منه ايه؟ سايلابس. ما ده السايلابس الى مين؟ انهيبيتوري انتر نيورو اللي انا منقطه ده، انهيبيتوري انتر نيورو. يقول له على فكره انا مضطر اشغلك علشان انا عايزك تعمل انهيبيشن لمين؟ للاكس تنسور مصر لنفس صباع البيانست. ما ينفعش نشغل فلكس اند اكستنسور في وقت واحد. مين الانهيبيتوري انتر نيورون؟ رانش. زي ما بنقول محمد انتر نيورون، مش هنكتشف حاجه. اللي اكتشفها رانش. عشان كده دي تاني اهميه ليها علاقه بالعنوان. العنوان ايه؟ نعمل زوم على العنوان عشان اللي بيتفرج ما يتوهش. شاربنس يعني ايه؟ حركه محدده. ربنا مفيش مجال للخطا، حاشا لله. انا هشغل المصر دي واوقف احسن، مش فكره اشغل اللي انا عاوزه وماليش علاقه بالانتاجونيست، لا ده زياده الضمان. يبقى ده اتيز لاترال انهيبيشن. الكلام ده مهم، ده كل ده فايده الرينج. في مثال اخير، والمثال الاخير على فكره هتلاقوا ان احنا قلناه في وسط الشرح. مثال اسمه ري سيبروكال انرفيشن.
المثال ده اللي انا اشرحه هو تكرار لللاترال او اكزامبل من اللاترال انهبيشن. بصوا لاترال دايما كلامها على سنسور دايما، ده انا عايز الحركه تبقى محدده سنسوري ايفنت حسيه. اما الريسبروكال غالبا حركيه. بصوا غالبا يعني ايه؟ نفترض زي الاكزامبل اللي قدامكم دلوقتي. بصوا بقى انا وانا ماشي حافي في الشط عارف لا لابس شوز ولا كوتشي ولا اي حاجه خالص، فجاه لقيت دبوس دخل في رجلي عايز يزوم عليا. بصوا انا هعمل ايه؟ دبوس دخل في رجلي اليمين، الطريقه دي اعمل فيها فلكشن فلكشن عشان ابعدها عن السورس اوف انجري اهي. هل ينفع في نفس الوقت اللي تنيت فيها رجلي دي ان انا كمان افردها بقت عك يا تتني يا تفني؟ فاهم اللي حصل؟ ادي البين ده انبوت، دي الاشاره اللي داخله انبوت للسباينال كورد، شغلت الفليكسور مصر في نفس الوقت شغلت انتر نيورون عشان يعمل انهيبيشن لاكستنسور ماسلز لنفس الليم. يبقى معنى كده يعني ريسيبروكال التغذيه العكسيه، ريسيبروكال يعني العكسي، هشغل فلكس للليم ده وانهيبت ذا اكستنسور اوف ذا سيم ليمب. كلامي واضح؟ في النهاية تعالوا نقول العناوين بسرعة. أنا اتكلمت على سبع عناوين للنيورونال كود. كونفرجنس العنوان الأول، سنجل أو مالتيبل سورس واديت مثال. دايفرجنس العنوان الثاني واديت مثالين، سنجل ومالتيبل سورس. فاسيليتيشن وأوكلوجن والفرق ما بينهم، إمتى النيورونز تبقى قريبة أو بعيدة واخده ثراشولد ولا صعب ثراشولد. العنوان الخامس قلنا امتى السيجنال تقعد مده طويله سميتها افتر ديسشارج قلت ديفينيشن. ودي الثلاثه اكزامبل بوست تيتانيك فاسيليتيشن وريفربريتنج سيركت والثالث بارلل او اوبن تشين سيركت. جينا في العنوان السادس الانهيبيتوري سيجنال قلنا ساتؤجل مع السيربيلا والموتور نيجاتيف فيد فورورد، مش هتفهمها دلوقتي. العنوان السابع والاخير هو الشاربنس اوف سنسيشن. قلنا في حاجه اسمها لاترال انهبيشن وقلنا يعني ايه رانشو انتر نيورون على اسم الراجل الفرنساوي اللي اكتشفها، وقلنا ايه اهميه الانهبيتور انتر نيورون ده تكون فاهمه، واتكلمنا على ريسيبروكال انرفيشن امتى تشغل فلكسور في لمب وتوقف الاكستنسور في نفس اليوم.